مرحبا، كيفكم؟ اليوم بتحكي قرآن. هلا احنا دايما ماما كل خميس تاخذنا، وهلا ماما اخذتنا كل خميس بتودينا على مطعم او اي مكان عشان نتغدى. وهلا خلينا نشوف وين حتودينا ماما. وقبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات، ولا تنسوا هاشتاج حمد توصيل روان ويتم 100,000 مشترك. ويلا هلا بعد ما وصلنا على المول حنروح نلعب على العاب. ويلا بعد ما نخلص ألعاب رح نروح ناكل. يلا واحد من fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how is it?
جربته بعد ما بخلصه؟ Before you came. تعبانين. طبعا اذا بدكم تعرفوا عنا نورة وهون احكيهم انه نحن كل خميس كل يعني كل يوم بالاسبوع زي خميس يعني بالاسبوع الواحد يوم واحد اللي هو يوم الخميس كل خميس ما بتطششنا بطلع عنا مشاريع ما بدنا يعني احنا ما بناكل مطاعم كل يوم يعني كل اسبوع ما بنحب نحن ناكل هيك بسرعة بنحب اكل البيت بس يوم الخميس بكون فري داي لانه من الام وطبعا ونحن كمان اشترينا شوية اشياء وهذا كان فيديو اليوم ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وحبيتوا اذا حبيتوا انتوا لايك وسبسكرايب والكومنت والشير والاشعارات ولا تنسوا هاشتاج حمد توصيل رواريه 800 الف مشترك